بالميراس يفوز على الاهلي 2-0 وتاهل للمباراه النهائيه، والاهلي يلعب على تحديد المركزين الثالث والرابع. كابتن شريف، هارد لك. هارد لك، قدر الله ما شاء فعل. بالميراس يفوز على النادي الاهلي بفرصتين ثلاثة. انت عظمت الفرقه واديتها سيستم في اول شوط وقفلت الملعب ونسيت انك انت تقدر تبقى تجاري زي الشوط الثاني كده. الفرقه تقدر تروح وتقدر بلعيبه معينه وتفتح الشكل الهجومي بتاعك، بس هم قدروا يستغلوا الاخطاء. هم لعيبه برازيليين وعندهم كوره، خدت بالك، وبيقدروا يلعبوا ويقدروا يشوفوا بعض وعندهم عمق هجومي وبتقدر ينقلوا الكوره على طول الناحيه الثانيه ويشكلوا لك اي شكل في خطوره على المرمى. انت بخطأين ثلاثه في الملعب انت عملتهم النهارده خلوا النتيجه دي توصل لكده. انت كان عندك فرص كتير تاني شوط، انت يعني التمركز احسن، الاستحواذ احسن، الى ان كمان حصل لك حاله طرد ما كانش ليها اي لازمه. راجل وشه وظهره للجول بتاعك ووشه في نص ملعبه، ما كانش المفروض يتعامل بهذه الشكل يعني. فانت كنت بترجع تاني للملعب وبترجع تاني بالتغييرات وبترجع تاني بكل شيء، وهي جهات نظر. انا كنت شايف فرقتك تاني تايم تقدر، تاني تايم عندك، انما البحث عن شكل انك انت تروح وتلعب وتجيب جول عايز موجود اكتر، عايز تفكير اكتر، عايز لعيبه معينه تبقى موجوده في الملعب وشها للجول، ما بتستلمش بظهرها. في حاجات كتير قوي ان شاء الله تتحقق في مباراه الهلال، انما انا تاني تايم الحمد لله يعني اطمنت برضه على الفرقه. عندها شويه روح لما بيجي فيها جول بترجع تقدر تعود وكلام من ده، وكل ده هيبقى قدام مستر موسيماني المباراه الجايه. والمركز الثالث والميداليه ان شاء الله تبقى من حقنا باذن الله ان شاء الله، ان هم ادوا اللي عليهم وزياده. بس انا مش هقدر اقول النهارده ان النتيجه دي اخفاق او اي حاجه، لا هي غلطات في الملعب تقدر تتعالج بعد كده. صحيح كابتن علاء، نتيجه منطقيه، نتيجه استغلال الاخطاء وترجمتها لاهداف، ولا كان من ممكن النتيجه تبقى احسن من كده بالنسبه للنادي الاهلي لو بدات بطريقه احسن من كده الشوط الاول؟ في الشوط الاول طبعا. من بدايه المباراه، بدايه المباراه ازاي ضيعت 45 دقيقه منك بلا فائده، وفي الاخر استقبلت جول. انت كنت عايز الشوط الاول 0-0 وطريقه اللعب كده والافراد وكلمنا عليها، ماشي انا احترمت ده قوي، بس انت معرض في اي سنه يجي في الجول، والجول جه من خطا في التمرير، مش مهاره لاعب او مش جمله مثلا من بلبراس ولا حاجه خالص يعني. هم برضو فرقه، هل هو ده مستواهم الحقيقي؟ انا بس بسال، ده مستواهم الحقيقي؟ يبقى فريق متواضع عادي. انما ولا ده مش مستواهم الحقيقي؟ هتكلم عن النقطه دي لو عندك فصل حاجه. عندك حاجه تطلع ولا حاجه؟ لا يا كابتن، لا كويس كمل. لو هو ده مستواهم الحقيقي يبقى انت كبرت الفريق ده قوي، بدليل ان شوط تاني انت بس لما بعد غيرت بعض التغييرات وظبطت الملعب انت شكلك احسن هجوميا، احسن مستحوذ حتى بعد نقص العدد دي. نقص العدد انت معوضه روحك وعايز تتعادل وتدور على هدف، وانت كان شكلك احسن بكتير لانك عمل ماشي كمل، ماشي انا مع حضرتك بالظبط. الفكر اتغير من فكر دفاعي بحت انك بتدافع بس لفكر بدافع بقطع الكوره بهاجم. بهاجم دي لقيت مفاتيح اللي تقدر تنفذ لك كده، صح، الـ الاشخاص اللعيبه تقدر تعمل كده، تغيير بعض المراكز في الملعب من غير تغيير لعيبه. عملت كده، بس عملت كده بعد 2-0 متاخر بالظبط. هو ده، دي اوحش حاجه في مباراه النهارده، لان مع مرور الوقت الكثافه الهجوميه واللي عملته ده، لان هم خلاص هديوا، هم بعد الثاني اللي كانوا يتمنوه من المباراه ايمن حصل. حصل 2-0 بس حصل بدري، فهو مش عايز اكتر من كده، هو بس بيستهلك وقت. حتى لو انت هاجمت وانت كان شغلك احسن وكده، بس هو بيستهلك وقت، هو مش خلاص مش عايز يفرط في المجهود، لان حتى المدرب بدا يغير كتير قوي. انت لا، انت اظهرت وجهك الحقيقي الهجومي بس متاخر شوية. متاخر شخصيتك الهجوميه، عايز تتعادل، عايز تتعادل. حتى طرد ايمن اشرف طبعا، هو بغض النظر من كابتن نصر عباس اذا كان هيستحق طرد ولا لا، هو ايمن ما ينفعش يعمل كده، لان الهجمه ولا خطر ولا اللعيب حتى واحد رايح ولا على واحد ده مديله ظهره يعني. بس هي ايمن حته عصبيه او غيره زياده، بس لازم الحاجات دي نبقى هادين فيها قوي يا ايمن، لازم. لكن برضه في عز ما احنا عايزين فريق كامل انت يعني نقصتنا لعيب، لكن صح. النقص العددي ما اثرش، بالعكس اللعيبه كلها بدات المجهود يتضاعف، ولا انا ما ينفعش اطلع 2-0 وحاولوا كتير قوي كوار في العارضه وكده،
شكلك حتى الناس مبسوطه من انت نايم المباراه بشكل حلو بالظبط عكس الشوط الاول ناهيه بشكل دفاعي بحت واستقبلت هدف يعني حتى الهدف اللي انت كنت عايزه من الشوط الاول ما خرجتش بيه محقتوش. هو مستر موسيماني من الطريقه ومن الافراد كان عايز يضيع اول 45 دقيقه بصفر صفر الشوط الثاني يبدا يبدا يعمل تغييرات ويبدا الشكل يبان لان هو خلاص 45 دقيقه مش ده الفريق اللي يقلقك يا ايمن مش ده الفريق اللي ممكن يبقى خطر عليك على طول الهدف جه من خطا في تمرير منك بس اسوء حاجه في الخطا ده انه في التلت بتاعك انت تلت الدفاع عشان كده دايما بنقول يعني حاجه كده حتى الاولاد الصغيرين هنعلمهم دايما نص ملعبك العب التمريره السليمه 100% مزبوط. خلي مثلا عايز تعمل حاجه فيها ريسك شويه او مخاطره في التلت الثالث اللي هو بتاع الهجوم احنا بنقول للولاد الصغيرين كده عشان لما تقطع منك في التلت الثالث بتاع الملعب لسه عندك نص ملعب ولسه يعني في لكن لما تقطع في تلتك انت مزبوط. اللي حصل وقفه وقفه دفاعيه خطا تمريره متقنه قوي من دودو الراجل انفراد حطها حلو قوي الهدف التالت طبعا هنتكلم عليه ان كان لازم رامي يروح بدري شويه على اللاعب لازم لان على الجانب الاخر ياسر كان موجود ومحمد هاني كان عامل تغطيه يعني العدد ما كانش يقل يا ايمن لكن هو ممكن يكون رامي قلقان ما فيش حد وراه لكن هو ياسر كان موجود مع راس حربه ومحمد هاني كان مغطي حته ان هو ساب الراجل اتاخر قوي فيها والهدف الثاني جه في وقت انت بتدور على التعادل جه فيك الهدف الثاني بعد الهدف الثاني سبحان الله غير الاحوال تغيير الملعب الافراد شكلك بقى حلو حتى واحنا ناقصين خلي بالكم لان انت خلاص يا ايمن انت امتلكت الملعب انت بتلعب بشخصيتك شخصيه النادي الاهلي اللي هو دايما مستحوذ هو دايما اللي بيبادر بالهجوم مش دايما هو اللي بيستنى لحد ما الكوره هي اللي تروح لوحدها والكوره تتقطع وانا مدافع بحت لا انت دافعت وهاجمت هارد لك ودايما بعد كل مباراه بتخسرها وبيحصل فيها تعثر بتتعلم طبعا اتعلم وبعدين هو حتى موسيماني بيقول لك انا طول ما انا عايش وفي المجال ده بتعلم ودي حقيقه طول ما انت عايش تتعلم صحيح النهارده حرصك الزايد واحترامك الزايد لبالميراس البرازيلي ده هو ده اللي كلفك المباراه النهارده بس هو زي ما حضرتك بتقول هو كان حاطط سيناريو معين للشوط الاولاني طبيعي يا ايمن طبيعي الشوط الثاني كان ليه فكر ثاني اكيد كابتن عادل زي ما الكابتن شريف وكابتن علاء هو مستر موسيماني كان بيلعب على حاجه معينه الشوط الاولاني ولما استقبلنا هدف الفكر اتغير يمكن شويه الشوط الثاني ولكن الهدف الثاني صعب من المأمورية جدا كابتن ايمن احنا قلنا ان عدله الملعب احنا الشوط الاولاني انا قلت لك هنخسر قفشه خلاك ما بتعملش الحته وعبد القادر ما بياخدش الفرقه وتروح بيه على قدام الفرق ما بين الماتش الاولاني والماتش الثاني في فرق كبير ما بين الفرقتين ولكن في نفس الوقت فرق عندك انت كان طاهر محمد طاهر وعبد القادر كانوا كاتنين فراوده وكانوا الاثنين بيلعبوا في الحته سحب الفرقه اللي قدام لكن انت بدات المباراه زي ما اتفقنا بطريقه لعب لا تناسب بالميراس ان تلعب قصادك لان لعيبه امريكا لعيبه البرازيل بالذات انا قلت لك يمكن قبل الماتش ويمكن قالوا لي اللي دخل انت قصدك كافراد ولا لا اللي دخل الحته بتاعت المانيا والحاجات دي لما جينا نتكلم في, في في الكلام اللي احنا بنقوله ده لا اتغيروا البرازيليين مش بتوع زمان النكشه واللمسه واللعبه والحاجات دي لا بيلعبوا لعب ايجابي دلوقتي بيلعبوا طويل وبيلعبوا لعب فيه هجمه واحده ممكن يجيب جون وبيقف لك في وسط الملعب وبيعمل لك زون ديفنس يبقى انت لازم تعدل الملعب معاه. الشوط الاولاني ضيعنا الوقت ضيعنا الشوط كله في ان احنا كنا بناخد رد الفعل بس هم ما كانش ليهم تواجد برضه يا كابتن عادل خالص غير في الفرصه اللي هي استغلوا فيها الخطا بتاعه. بص يا كابتن ايمن اقول لك حاجه انت كره القدم بتاعت فرصه وجول طبعا بكلمك مجمل الشوط الاولاني ايوه قصدي ان هم ما كانوش متواجدين برضه في الشوط الاول ما كانش جابوا جول من خطا لينا فعلا جابوا أيوة. جول ولكن لا. ما كانش في فرق كبير جدا بيننا وبينهم كده احنا حتى طول المباراه يعني هو كابتن علاء حتى قال لك كابتن شريف لو هم دول بالميرس لا يبقى متضاعين احنا زودنا فيهم قوي يعني يا كابتن هنعرف مستواهم مع تشيلسي خلينا نبقى يعني ايه عشان نعرف السبب ونعالج طبعا اول حاجه انت ما كانش عندك تواجد هجومي خالص انت فهمتني صحيح. اللعب كان في نص ملعبك انت الماتش اللي قبله كان عندك تواجد هجومي كتير قوي ليه
لان عندك اللي يسحب الفرقه من هنا يوديك الناحيه الثانيه. كتله الضغط ده هيولد خطا. هو الخطا بيجي ازاي؟ انا لو مريحك، بمعنى ان انا لو بلعب في النص التاني خمس دقائق ثلاث دقائق، انا بريحك كمدافعين ورا بتاخدوا نفسكم وبتقفوا وبتعملوا الحته بتاعت الاستديو دي اللي احنا بنتكلم فيها مع اللعيبه، نقول لهم اهدوا وقفوا مكانكم، ما تعملوش مجهود كبير. انت فاهمني يا كابتن ايمن؟ دي مهمه. لكن هم جوه احنا الكره تروح ترد على طول، انت تدافع. صحيح. اثمرت على ايه؟ هدف فينا، هدف فيك، لانك محمد هاني اخطا الوقفه غلط، لان الكره رايحه جايه رايحه جايه، انت بتدافع اكتر. لما قلنا نعدل الملعب خمس دقائق، ها من وجهه نظري خمس دقائق مش هتفرق كتير ما بين الشوطين. احنا عدلنا بعد خمس دقائق. ايوه. لما دخل في الجول، لو كنت عدلت بين الشوطين كنت اتكلمت اكتر. صحيح. ما هو حاجه من الحاجتين، انك انت هتشرح للاعب وانت قاعد بره التغيير، ولا هتشرحه له وانت في الملعب بعد خمس دقائق؟ ده واحد. اتنين، لو شرحته له جوه وقلت انا هغيرك بعد خمس دقائق، يبقى انت مش هتأدي الخمس دقائق. انت فاهمني؟ انت هتغيرني خلاص. أي. انت مش هتأدي. فحته التغيير كنت اتمناه بين الشوطين، واقول لك في مدارس ثانيه كنت اتمنى اخر خمس دقائق من الشوط الاولاني. أي. بيديك احساس بالماتش عشان تنزل تلعب. بالظبط. اديك الخمس دقائق، اديك احساس الملعب، واخدك في اوضه اللبس اكلمك على الواجبات باستفاضه. انت فاهمني؟ ده اللي انا شفته من الحته. اما حته اللي احنا عملناه تاني شوط، انت خلاص اتجرأت وبدات تلعب لعبك العادي. لما عدلت شويه اللعب وكنت افضل اخر 20 25 دقيقه، اخر 15 دقيقه تاني، عارف ليه؟ أي. لان هم فكروا في تشيلسي. خلينا نتكلم بعقلانيه، هو مش عاوز يعمل مجهود كبير. هو واقف يدافع، كره يحطك قدامه بس علشان يلعب تشيلسي. علشان عنده ماتش بعد 3 ايام ولا 4 ايام فاينل. ايوه. فهو مستني تشيلسي، رغم ان انا بقول ان ممكن الهلال يعمل نتيجه كويسه، ولكن الطبيعي يعني الفروقات ان تشيلسي اقوى. فهو مستني الفرقه بيلعب النهائي اقتصادي، يعني هو عنده هدفين زي 3 زي 4، انت بتلعب بطوله عالم. فهو خد الغرض بتاع قام وقف وراه وريح. انت بقى ضغطت ولعبت واستحوذت، كان لازم نستثمر الموضوع ده بجون. يعني كره محمد شريف، لو محمد شريف كان نزل قبلها بخمس دقائق، انت فاهمني، كان الامر كان بين الشوطين، كنا نزلنا ضغطنا عليهم جامد يا كابتن ايمن. أي. الشوط الثاني. أي. وعملنا نتيجه كويسه. أي. ولكن في الاخر احنا بنقول الناس بس لازم تعرف، النادي الاهلي ظروفه صعبه. النادي الاهلي عمل الماتش الاولاني هايل. أي. الماتش الثاني على قد الاجهادات واللي حصل في الماتش الاولاني، واحنا عندنا مشكله كبيره وهارد لك، انت بتلعب على الثالث والرابع، تاخد البرونزيه برضو حاجه مهمه في كاس العالم للانديه، رغم اننا كنت عايز. بص يا كابتن، كلامك زي ما طبعا الصوره اللي معانا على الشاشه بتاكده. بعد الهدف الثاني انت اتحررت شويه. أيوة. بقى عندك تواجد في نص ملعب الخصم. ايوه. بس والدليل هم وقفوا كمان ورا طبعا. ما هو يا كابتن بس التواجد ده ما كانش موجود عندنا قبل الهدف الثاني، علشان هم رايحين لهدفهم. ما كانش عندك انياب هجوميه اصلا اول شوط. هم عندهم اهدافهم، هم بيشتغلوا هي الناحيتين يا عادل. يعني انت كلامك صح طبعا، وكلام كابتن شريف صح، بس هي كلها اتجمعت في اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي. كل واحد بدا يشوف حساباته زياده عليها الروح. على فكره صح، يعني حساباتك انت كمدير فني بتاع بالميراس، انا بفكر في تشيلسي طبعا عشان كده بدافع. حسابات انا كموسيماني، انا عايز اعمل ضغط هجومي اللي بيقول عليه كابتن شريف. هم على فكره السببين هم اللي وصلوا الشكل اللي بتتكلم فيه ده. قد الشوط الاولاني. ايوه. الكوره ايه؟ احنا بص قد ايه ورا، وصلنا لفين. ايوه. وهم ضاغطين، ادي 1 2 3 4 5 6. هم عندهم اهداف وعندهم استراتيجيه وعندهم وقت. يعني بمعنى ايه؟ فرق اوروبا البرازيليين كانوا الاول، زي ما اتكلمنا يا كابتن ايمن قبل كده، ان هم ما كانش بيهمهم الا الاداء الحلو. دلوقتي لا، هو ما بيهموش اداء قد ما بيهمه يدافع كويس، وقد ما بيهمه انه يوصل للجون من اقرب طريق ليه. انت فاهمني؟ أي. هنا مثلا في الحته وعمل عليك ضغط عالي من جوه ال 18. بص الحته الاربعه اللي واقفين دول، بص وقفتهم عامله ازاي. ايوه. الاربعه واقفين ازاي؟
ايوه الاثنين اللي بيضغطوا. طيب الاثنين دول من اللي ضغطوا، اول ما الكره بترد بيحصل ايه؟ المفترض ان لعيبه الاهلي تطلع كلها لنص الملعب عشان يتواجد، احنا نتواجد في النص الثاني زي ما هم متواجدين. تخيل انت الاثنين اللي ضاغطين دول، لما الكره دي عقبال ما هتخرج من هنا هتخرج بعد وقت، ايوه هتخرج بعد قد ايه؟ 20 25 30 ثانيه، صح يا كابتن؟ المدافعين بتاع المراس عاملين ازاي؟ واقفين مرتاحين واخدين وقتهم، واقفين حاطين اللعيبه قدام عينيهم. ولكن احنا لعيبه النادي الاهلي اتضغطنا في الكوره وبعدين هنروح نديها لهم فهيضغطوك تاني ويعملوا هجمه عليك. طول ما انت رايح جاي رايح جاي رايح جاي هتتولد الاخطاء الخطا. بس ده اللي انا كنت عايزه. كابتن بلال، طبعا مباراه كنا نتمناها طبعا عكس ذلك في النتيجه طبعا، ولكن من وجهه نظرك ايه الاسباب في الهزيمه 2-0 من بالميراس؟ بص يا كابتن، الاسباب وضحت في الماتش نفسه، يعني الاسباب احنا شفناها في الماتش نفسه. فرق كبير جدا من يبقى عندك جرأه هجوميه وبتشتغل بالشكل المطلوب اللي كان لازم تبتدي بيه، وبين انت نازل بتدافع بتلعب بسيستم وطريقه لعب مختلفه عن طريقه عن طريقتك وادائك. يعني زي ما اتكلمنا وقلنا الشوط الاول وقلنا قبل بدايه المباراه، اللعيبه لا تناسب الطريقه. النهارده لعيبه النادي الاهلي توظيفهم داخل الملعب لا يناسب طريقه اللعب اللي انت بتلعب بيها 4-3-4-3 خالص على الاطلاق، ولا يناسب الخصم اللي انت بتلعب بيه. لما عدلت في طريقه اللعب، لما عدلت في اللعيبه البوزيشنز بتاعت اللعيبه الشوط الثاني، ابتدينا نشوف شكل مختلف لاداء النادي الاهلي. انا اتفق مع كابتن عادل ان هو خلاص بالميراس خلاص، هو خلاص 2-0 وهيدافع ومش عايز بقى خلاص يلتحم ويجري ويروح اتفق معه. ولكن انت ممكن تبقى كده، بس انت كنادي اهلي اظهرت ان عندك امكانيات وقدرات، وكان ممكن في وقت من الوقت انك تسجل هدف. أيوة. كره وليد سليمان وحمدي فتحي وكره قبليها وكره محمد شريف. بص يا كابتن، حضرتك اتكلمت عن البدايه، لو بصينا على الشاشه مع حضرتك هنلاقي البدايه انت عامل تقريبا تنظيم دفاعي جاي. لا. كويس؟ اوكي تمام ماشي يا كابتن. حضرتك بتتكلم بقى أنا على لا انا انا بس لازم اوضح فرق صغير ما بين التكتل الدفاعي والتنظيم الدفاعي. انت متكتل دفاعي لكن انت مش منظم. انت يا كابتن لما بتبقى منظم دفاعيا يبقى لازم انت بتفكر في في التحول، النقل. يعني في النقل، مين هيعمل لك النقل هنا في الحته دي؟ مفيش حد يقدر يعمل النقل. لو كره اتقطعت، لما تقطع الكره هنا في نص ملعبك ما تقدرش تعمل النقل، لان الجناحين عندك ما عندهمش السرعات الكافيه ان هم حتى يعني شفنا محاولتين ديانج ده اسمه تكتل دفاعي. بتلعب عشان خاطر الفرقه اللي قدامك، ما تقدرش تخترق دفاعاتك. انت نجحت في الكلام ده بشكل كويس، أيوة. انك تعمل تكتل دفاعي، لكن التحول نفسه ما حصلش في الشوط الاول ولا باستثناء مره واحده اتجاه ناحيه علي معلول اللي أيوة. كان فيها سرعه وعملت الكره بالعرض وكان ممكن تمام يبقى ليك خطوره فيها الشوط الاول. انا عايز اقول ان الانديه الكبيره اللي زي النادي الاهلي لازم يبقى ليك انياب هجوميه في الماتش. ما ينفعش تبتدي المباراه وتخرج منها وانت ما عندكش فرص حقيقيه للتسجيل. ممكن ما تسجلش، ممكن، وارد في كره القدم التوفيق وعدم التوفيق وارد بشكل كبير، لكن كون انك ما تحققش فرص حقيقيه او ما تصنعش فرص حقيقيه للتسجيل ده مش وارد لفرقه كبيره زي فرقه النادي الاهلي. تعرفش تتفرج على الفرقه الثانيه الشوط الثاني لما عملت التحول الشوط الثاني لما عملت التحول يا كابتن شريف تمام، ونزل محمد شريف لعيب سريع وعلى اطراف الملعب اثنين لعيب عندهم سرعات، ورجعت مجدي قفشه تحت عبد القادر لعيب عنده مهاره، ابتديت شكل هجومي صحيح، ابتديت تلعب من على الاطراف. وما زلت بقول برضو الاهلي ينقصه راس حربه رقم 9 مان تارجت عشان الكرات العرضيه. النهارده هو ماتش الكرات العرضيه ليه؟ لان انت النهارده محمد شريف متساوي في السرعه مع الـ مع الـ مع الـ مع السنتر باكس الاثنين بتوع بالميراس. انت بقى محتاج ايه؟ محتاج انك تلعب من على اطراف الملعب، محتاج انك تلعب كرات عرضيه. وده حل بيبقى حل سحري في اوقات كتيره جدا من المباراه. فانت ينقصك راس حربه بيعرف يلعب بدماغه داخل ال 18 في اوقات يا اما فيها تكتل دفاعي يا اما مع فرق عندها سرعات في الحته الدفاعيه. النهارده في سرعات في الحته الدفاعيه، في سرعات كبيره جدا جدا. فالنهارده فرق السرعه مش لصالح محمد شريف، لصالح لعيبه بالميراس. فالنهارده اتجهت فعلا بالفعل لثلاث اربع كرات عرضيه بس ما كانتش من نصيبك، لان ما عندكش المان تارجت بتاعك اللي بيجيد اللاعب داخل ال 18 الكره بالدماغ براسه، بيلعب براسه كويس. يعني شريف ما مش مميز في الحته دي، فلازم شريف يشتغل على الحته دي بشكل كبير وبشكل مكثف
كان في المباريات اللي فيها تكتل او فيها سرعات لازم يكون لنا حلول، لان انت عندك ما شاء الله علي معلول بيعمل كروسات رائعه النهارده، محمد داني يعني لعيب جيد بيعرف يعمل صحيح. سرعات بيعرف يعمل كروسات كويسه في بعض الاوقات، النهارده كان في كان ممكن يكون لك حلول كتيره من العرضيات مزيد. بس للاسف انت بتصنع العرضيه لكن ما فيش النهارده واحده وليد سليمان لما خطف حطها في العرض العرض، انما لو بتشتغل على دي محمد هاني ومن بعيد حط واحده في محمد هاني لما كان كمان ودخل ال 18 يعني في برضه الكوره اللي شاطها المكسب بتاعنا عشان المباراه الجايه يعني من كلام بلال اضيف يعني حته صغيره ضغطك على المنافس من قدام ما بتنزلش لغايه نص ملعبك ده بعد الجول الثاني بعد او في الشوط الثاني بالتغييرات اللي انت عملتها الهجوميه الضغط اللي عملته على الفرقه دي لازم تبتدي كده المباراه الجايه لازم يبقى لك انت الوجود وانت الانياب بتاعتك انك انت في الناحيه الثانيه اللي تقدر تجيب جول انما انت هتبدي من تحت خالص وما عندكش اي عمق هناك الناحيه الثانيه مش هينفع. بص يا كابتن شريف كمان انت لازم تبني للماتش اللي جاي طبعا لازم تاخد من اخطاء الماتش ده عشان تشتغل على الماتش اللي جاي الماتش جاي صعب مش سهل طبعا تمام سواء كان هتلعب تشيلسي او هتلعب الهلال الفرقتين يعني مستوى عالي مستوى عالي جدا نفس الاثنين زرق اه مستوى انت هتلعب يعني الهلال اعتقد ان هو دعم بشكل كويس دعم صحيح. فريقه بشكل كويس صحيح بارقام كبيره جدا عشان الدوري السعودي ثمان محترفين فرقه الهلال فرقه كبيره اه طبعا فرقه كبيره طبعًا. بطل اسيا طبعا بتتكلم على فرقه كبيره يعني وصلت للبطوله دي بشكل كبير اه طبعا فرقه كبيره جدا فانت لازم تحضر الماتش الجاي عشان تحضر الماتش اللي جاي لازم اشوف اخطائي ايه النهارده عشان ما اكررش الاخطاء المباراه اللي جايه انت عندك الاخطاء في البدايات الماتش اللي فات ابتديت وحش انا بقول لو الكره اللي كانت جت جنب العارضه المباراه اللي فاتت وسجل مونتيري هدف كان ممكن تخرج بالماتش ده زي ده بالظبط النهارده تخرج بيها 2-0 تمام لكن انت وفقت ان الكره ان واحده كده والثانيه جنب العارضه واحده صدها علي لطفي فانت خرجت الشوط الاول متعادل كان عندك فرصه الشوط الثاني تشتغل صحيح. مع بعض الفرص اللي اتيحت مع بعض المساحات يا كابتن علي اللي اتيحت لكن النهارده مفيش مساحات مفيش فرص تمام الكره اللي جت لبانوريس سجلوا منها هدف لانهم فرقه عندها امكانيات بتتكلم على احداث الشوط الاول طبعا فرقه عندها امكانيات وقدرات عاليه جدا فانت لازم بدايتك تبقى مختلفه لازم على الاقل في مباراه الهلال احنا بنتكلم عليها خلاص المباراه دي انتهت على الاقل في مباراه الهلال لازم تكشر عن انيابك شويه من البدايه لازم ما تبقاش رد فعل انت لو رد فعل وتسجل فيك هدف المباراه هتروح في حته ثانيه خالص ما ينفعش تسيب نفسك صحيح. تبقى رد فعل من بدايه الماتش فيجي فيك جول فتبتدي تهاجم فتسيب مساحات للاعيبه الهلال يشتغلوا فيها بس انت بتقول يعني الهلال هو يا الهلال يا تشيلسي طيب يا شباب نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم وارجوكم انتظروا نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن شريف اكيد كل مباراه ليها سلبيات وليها ايجابيات من ايجابيات ماتش النهارده ايجابيات ماتش النهارده الشوط الثاني الشوط الثاني كله بالتغييرات اللي حصلت دي بالضغط على الخصم هي دي هل التغيير الشكل كان بسبب التغييرات ولا بسبب ان الفكر اتغير يعني من مستر موسيماني غير المفهوم ده انت طبعا اول ما دخل فيك الجول الاولاني وهو كان في دماغه ان هو يغير على طول في اول الشوط الثاني يعني بس بيدي فرصه يعني اللعيبه ما بيحبش هو يغير في الهاف تايم او في مدربين بتقول لك مش هخسر حاجه يعني بعد خمس دقايق من الشوط الثاني وجهز اللعيبه تسخن وتخش في المود بتاع الماتش انما ما لحقش الراجل حصل خطا ثاني زي الخطا الاولاني بعد الهدف استغلوا لعيبه سريع جدا لعيب سريع جدا عنده اديته الفرصه ان هو يوصل لغايه خط السته بتاعك ويصوب احنا قلنا قبل بدايه المباراه ان هم بيستغلوا انصاف الفرص فهم خطأين مننا هم استفادوا منهم بصوره جيده يا ايمن انا اللي شفته من الفرقه دي النهارده لا يستغلوا انصاف فرص ولا هم لعيبه كويسه استغلوا اخطائك يا كابتن وجابوا هدفين كابتن هم لعيبه كويسه قوي على فوق راسي وبرازيليين اهلا مصنفين زي ما سمعنا اللي انا شفته ده حاجه ثانيه النهارده خالص انت النهارده لو كنت قلبت الشوط الثاني للشوط الاولاني بنفس اللعيبه يا كابتن ايمن كنت هتبقى انت ليك وجود ثاني لو ضغطت في الملعب من الاول خالص هيكون ليك وجود ثاني على الاقل يبقى ليك رده أيوة. لما بتاخد كونتر اتاك تلاقي اتنين تلاته لعيبه بيعملوا سويتشات واحد بينزل وواحد بيروح هو ده اللي احنا عايزين نشوفه المباراه اللي جايه أيوة. فانت بتقولي الايجابيات ايه الايجابيات النهارده ان انا شفت ان لما بلعب بالاسلوب ده ما بيبقاش وجود في المنطقه الثانيه ناحيه ال 18 لما لعب الماتش اللي فات باحمد عبد القادر هقول لك خصيصا احمد عبد القادر ما كانش في تغيير غير احمد عبد القادر النهارده ايوه كويس ايوه وبقى بياخد كوره وبيروح الناحيه الثانيه جنب ديانج وحالته النهارده ان هو بياخد الكوره بيروح الناحيه الثانيه كنت تقدر تهدد الفرقه دي وتحجمها
الفرقه دي الثانيه دي ثاني تايم عملت معاك ايه؟ ماشي. يمكن بعد ما اطمنوا زي ما عادل قال وكل الكباتن قالوا الفرقه دي بقت بتاخد الكره عند الباك ليفت وتعمل الثرو باس لقدام وانت بثلاثه قبل ما يطرد ايمن بتاخد الكره وبتبتدي هجمه. ايوه. وبينزل قفشه يقدر يتحرك يستلم ويعمل باس مع حمدي فتحي اللي نزل خدت أيوة. بالك كمان ابتديت تستحوذ على نص الملعب ابتديت يبقى عندك رادا ابتدى علي معلول يبقى عنده اسلوب ان هو يطلع لقدام احمد عبد القادر ابتدى يلعب مع علي كل اللي محتاجه زي ما بلال قال ان انت يبقى عندك راس حربه واقف بياخد الخطوتين وعارف امتى يعمل الكروس العرضي اللي هو ينزل يستلم قبل السرد باكين او محمد هاني بقاله عنده فرصه كبيره جدا انه يكمل الحاله الهجوميه الناحيه الثانيه مظبوط كل ده واحنا 11 عادي ما انطردش مننا حاجه ايوه حتى واحنا لما انطرد مننا حاجه الجرأه والشخصيه بتاعت البطل وشخصيه نادي الاهلي كانت موجوده ما هو انت ما عندكش حاجه خلاص تبكي عليها احنا انت عايز تخش في المباراه ثاني وتبتدي تجيب جول تقرب منه شويه اقول لك انت لو هتلعب عشان ما تبقاش حاجه تبكي عليها وعايز تتعادل هتتغلب كده لا 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 انا قصدي كده كده هتتغلب انا قصدي ان دخل فيك الجول الثاني فانت انت لازم تعمل كده وانت عايز تلعب ازاي يا ايمن تلعب لغايه الاكسترا تايم ما يخلص لا يا كابتن وتبقى عايز تتعادل وما فيش حد بيفكر كده انا الفكره اللي بالنسبه لي ان انا جلتيه ماتش 11 ضد 11 كسبت اللقو منه انت لو تشوف على الشكل كده وبتاع مونتيري اسرع بكتير لا هو منافس قوي يا كابتن لا لا يا حبيبي منافس قوي انت قفلت نص ملعبك الشوط الاولاني ما قدرش يختار منافس قوي ده على اللي انا بسمعه ايوه على اللي انا شفته على اللي انا بيقولوا ده الثالث الرابع على انما انا النهارده ما شفتش منافس قوي أيوة. انا شفت منافس استغلني في كورتين ثلاثه مش هقول واحده كويس. اربعه بعد ما بقينا 10 كمان أيوة. كان لهم كره واحده كمان اربع كور في الماتش مفيش غير كده قوي لانه استغلني يا عم منافس قوي انا بقى كان عندي 8 النهارده ثاني تايم انا عندي واحده في العارضه وعندي بينالتي 100% ايوه انت ايه احمد عبد القادر دي مش بينالتي لو هي عندي الناحيه الثانيه دي بينالتي على طول وفار هنسيبها للكابتن هتشوفها وهتشوف الكابتن ناصر عباس هيقول لك دي 100% بينالتي كويس وبعدين لما بيحصل لك اختراقات او بيحصل لك اي حاجه انت بتعدي من واحد واثنين وثلاثه بتهز اي فرقه انت بتلعبها أيوة. وده اللي انا عايز اشوفه في الماتشات الجايه اذا كان هنقابل مين ما نعرفش في ايوه كابتن في الثالث والرابع خدت بالك او هنلعب في اي حته ثانيه أيوة. او هيبقى في الدوري هيبقى في كل الماتشات افريقيا لازم يبقى عندك الشخصيه دي شخصيه اللعيبه اللي تقدر تنفذك انك تكسب مفيش حاجه اسمها انا رايح هناك عشان اخد نقطه او رايح هناك عشان اتعادل لازم من الاول شخصيه البطل تبقى موجوده مش لازم عشان معانا الاحصائيه بتاعت المباراه النهارده الاستحواذ للنادي الاهلي 51% بالميراس 49% اديك شفت اهو تمريرات صحيحه 531 من 618 بالميراس 361 441 نسبه تمريرات النادي الاهلي 86% بالميراس 82% تصويبات على المرمى 5-13 وبالميراس 3-12 فرص على المرمى هي دي بقى المشكله اتفضل 0-6 ولو طب الكره اللي جت في العارضه ايه ما اتحسبتش لا لا 6 فرص ما جاش منهم اهداف هم 3 فرص على المرمى زي ما انت بتقول استغلوا الفرص كده. بس انا بقول لك هم استغلوا الفرص اللي جت ايمن دي اخطاء احنا كنا بنتناها في الماتش كابتن عندنا احنا 5 بالميراس 8 ركنيات احنا 4 بالميراس 3 تسلل على 3 الاهلي 2 على بالميراس يبقى احنا كنا الاستحواذ الاكتر احنا الوجود الاكتر بس ده في الشوط الثاني يعني النسبه دي انت عاملها في الشوط الثاني مش في الشوط الاولاني كويس. المفهوم اللي لعبت بيه الشوط الاولاني ده مش موجود انت كان عندك في ايديك انك انت لو قدرت نفسك ان انت كسبت مونتيري دي يعني انت زيك زي بالميراس بالظبط هي مونتيري تفرق ايه عن بالميراس لا فرق كبير يا كابتن لا 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 دول فرقتين فرقتين لو هتجيبهم من امريكا الجنوبيه وامريكا اللاتينيه هما الاثنين فرق كبيره جدا لو لعبوا بعض انت هتاخد بالميراس لا بالميراس تكسب طبعا لا 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 انا اسف لا لا اللي انا شفته في الماتشين دول لا يا كابتن انت دافعت كويس النهارده كابتن الشوط الاول الشوط الاول دافعت كويس الشوط الاول صح دافعت كويس صحيح وانا لو دافعت كده قدام تشيلسي هوقفهم برضو نعم لو انت دافعت كده قدام تشيلسي بنفس الشكل ده كابتن ما هو برضو هتوقف الماتش يعني تشيلسي بص بالميراس افضل من مونتيري وتشيلسي افضل من بالميراس ما هي كوره كده يا كابتن شريف يعني اكيد مش تشيلسي زيهم زي مونتيري عايز اقول لك على حاجه يا بلال لما تتفرج على ماتش مونتيري كانوا بيوصلوا عندك للجول خدت بالك وعندهم اثنين راس حربه بيمسكوا الكوره ويطلعوا الاطراف دول كل اللي حليتهم انتوا كلكم قلتوه قبل الشوط الاولاني بيمسك الكره وبيلعب على الطويله أيوة. فرقه ايه اللي انت بتكلمني طيب. عليها تقول لي كابتن دي احسن من مونتيري ولا احسن كابتن ما عشان انت لا لا لا, لا. انا بتفرج على دول وبتفرج على دول كابتن حضرتك انت عامل حساب لبالميراس بشكل كبير ده 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 سيمي فاينل
يعني انت عملت حساب لبالميرس عشان كده دفعت كويس وقفلت كويس. وكنا احنا بنتكلم قبل الماتش هو بيلعب ليه حسين الشحات عشان يدافع اكتر من عبد القادر ما بيدافعش كويس فلعب حسين الشحات في البدايه. انت كنت منظم دفاعيا بشكل كبير وخطا. انا مش هتدخل ولاعب ده ليه وما لعبش ده ليه؟ لا خطا مش هتدخل. هو ده كان سبب ان هو يسجله هدف. انت انت دورت على شكل انت لو ما هو كابتن خلينا نتكلم. انت يستميت انت خدت بالميرس اديته اقوى من اللي انا شفته. كابتن انت قدام السنغال انت عملت حاجه غير ان انت دفعت؟ انا مش دعوه بالفرقه دي والفرقه دي. هو نفس الطريقه يا كابتن بلال. انت عامل حساب. انا اديت لفرقه بالميرس دي اكتر من اللي انا شفته النهارده. اللي انا شفته النهارده ده ما ينفعش غير فرقه يا من عند الباك ليفت بتعمل لونج باس يا من عند الباك رايت بتعمل لونج باس. انا لا شفت 1 2 في نص الملعب ولا شفت عرض بيلموا فرقه وبيروحوا الناحيه الثانيه. كل الكلام اللي احنا قلناه عليهم انا ما شفتش حاجه في المباراه دي. أيوة. كل كلام خطأين من عندنا. يمكن علاء حط وانا وهو قلنا اي ميز باس هيبقى عليك كونتر اتاك هيأذيك. ايوه وده اللي حصل. كورتين حتى ربيعه معرفش ليه ايه اللي خلاه يفضل ماسك في الحته دي على الاقل ما يقفلش على الراجل ده يلعبها عرضيه او اي حاجه. أيوة. فانت هم الخطأين اللي عرفوا فيك اتوفقوا فيهم هم جابوا جولين. صحيح. انت النهارده فتحت خطوطك ولعبت وغيرت ولعبت بالشكل الطبيعي بتاعك انت بقالك وجود. أيوة. انا يعني خساره النهارده ان انا عندي الامكانيات دي ان انا اروح للجول واقدر العب وانا مكتف نفسي. ايه اللي مفرمين لي انا؟ ظروف المباراه. ظروف المباراه ما قدرناش الفرقه دي قدرنا لها اكتر ما هنشوف. ظروف ما قبل المباراه وظروف ما قبل المباراه ده معلق بيقول ظروف ما قبل المباراه دي ما قبل المباراه. ايوه ممكن نتكلم على دي. لا في ظروف كتير على انما انا حته بالميرس دي بالذات انا ما مش شايف ايش برضو معاكم بصراحه شويه. هو احنا بنلعب بالميرس البرازيل هل هو المستر موسيماني حاطط سيناريوهات للمباراه؟ سيناريو من ضمن السيناريوهات ان هو يطلع بالمباراه الشوط الاول على الاقل تعادل سلبي كويس على الاقل. كابتن شريف وجهه نظره بيقول لك ان احنا كنا فتحنا الجيم من البدايه ولعبنا لعبنا اللي احنا لعبناه اخر ثلث ساعه من الشوط الثاني. كان شكل اداء بالميرس كان هيتغير عن كده. صحيح. كويس ليه؟ صحيح. ايه انا مش عارف وانا بضرب رمل. لا رمل ولا زلط بس. لا كابتن لا مفيش رمل ولا زلط يعني. انا هنعمل ايه يعني؟ نلعب لعبنا على اساس نلعب لعبنا. احنا ممكن نلعب لعبنا وتفتح الملعب وكده. دايما حسابات المدير الفني بتختلف. صحيح. انت هتلعب بتلعب عايز تلعب على انت رايح كاس العالم ده عندك اهداف زياده شويه وهو ده النهارده اللي خلى بدايه مباراه النهارده بالشكل ده. موسيماني بيفكر عايز ابعد ما هو المركز الثالث عشان كده النهارده بالظبط ادى فريق بالميراس حجم كبير قوي. لكن لما تسمع اصل بص ايمن دايما يعني زي بيقول ايه يعني شهرتك او سمعتك سبقاك تقول النادي الاهلي لازم كله يعرف مين هو النادي الاهلي فانت عارف النادي الاهلي فلازم تعمل له مليون حساب. مظبوط. هي كره القدم كده بغض النظر عن حالتك ايه النهارده. ايوه لازم طبعا كنت احترم الفرقه دي بس أيوة. اللي حصل ان كان في تحفظ زياده على اللزوم في الشوط الاول. هو راسم سيناريو. انا على فكره انا مش بغلطه. أيوة. كل مدير فني هو ادرى عايز يعمل ايه. صحيح. وعارف ان الناس اللي معاه ممكن تديله الكام في المباراه وعارف تغييرات هتوصله لايه. هو ماشي بالشوط الاول احنا كلنا بس انتقدنا حاجه بسيطه قوي ان انت بتدافع بس. أيوة. عشان كده دايما انت كنت مضغوط وضغط ما فيهوش اي حاجه خالص زي انا بتفق مع كابتن شريف ممكن عادي اتكلم فيها فرصه جت منها جول. أيوة. لكن الشكل العام كله بتاع الشوط الاول انت بتدافع وهو ضاغط عليك انت بتدافع وهو ضاغط عليك. لما الفريق بيدافع بالشكل بتاع الشوط الاول ده طبيعي الفريق الثاني مهما كان قوي مش هتلاقي فرص كتير. هو ما جاتلوش فرص كتير خالص. خطا جول. أيوة. بس خطا جول يبقى انت احترامك للفرقه دي صحيح لان فرقه بتعرف تجيب جول فرقه صحيح. منظمه عندها لعيبه بتعرف تجيب جول. ده لو لعيبه عاديه التمريره كانت هتبقى تمريره وحشه التوقيت كان هيبقى وحش التصرف في الهدف كان غير كده. مظبوط. حصلت النتيجه اللي موسيماني مش عايزها او ما بيفكرش فيها. يعني انا ده الشوط الثاني طبعا بقى تمركز اللعيبه ده الشوط الاول بعد تقريبا 9 دقايق بالظبط. في بدايه المباراه فاهمني. ف موسيماني حصل اللي هو مش عايزه او اللي مش بيتمناه ان يجيب فيك الهدف في نهايه الشوط الاول. نهايه الشوط بس خلينا اتفضل خلينا في اللقطه دي يا كابتن. هم ضاغطينك من قدام كويس خلينا نتكلم بس على الوقفه
انت عندك هنا ادي 1 2 3 4 5 6 7 كابتن، وانت كابتن شيف كابتن علاء، وانت بتلعب قافل نص ملعبك كويس كويس. هم عندهم كثافه قد ايه بقى؟ 1 2 3 4 5 وواحد من نص الملعب 6. هو ضغطك هو بالظبط. ايوه من اول دقيقه، هو من اول دقيقه، هو من اول دقيقه نازل عايز يضغطك. ما عشان كده انا وجهه نظري ايه كابتن شريف؟ ان انا ما اقدرش افتح اللعبه من لا ما اقدرش، لا ما افتحش. انا ما انا بقول لك هي العوامل اللي خلت موسيماني يبدا متحفظ وقافل كده. أيوة. هو من اول مباراه ضغطك، وبعدين انت كان في خطا انت عملته في الشوط الاول. ايوه مش عارف تطلع بكره صح. أيوة. فكل ما تطلع بكره صح هم يقطعوها ويردوا عليك هجمه ومش. أيوة. خطر على فكره، الهجمه مش خطر يا ايمن. أيوة لو جبت مجمل الشوط الاول الهجمات الخطره تلاقيها مفيش حاجه خالص، لكن الشكل يقول لك ايه؟ الاهلي بيدافع وبالميراس هو اللي بيهاجم. أيوة. عشان هو شكل الملعب كده. مزبوط. لكن لو حسبت الشوط الاول خطوره فيه مفيش، لكن جه الحاجه اللي قلبت كل الموازين. أيوة. الهدف في توقيت وحش جدا بالنسبه لك كمدير فني، غير السيناريو، غير كل حاجه. صح. انت قاعد بتفكر الشوط الثاني هتكلم ازاي وهبدا تغيرات ازاي وانا متعادل 0-0. وخلي بالك توقيت الهدف الثاني برضه ماشي، ما انا معاك على فكره. كويس. فابتديت افكر انا عايز اعمل تغييرات عشان عايز اتعادل. ايوه كابتن فاهمني. حصل بص برضه لا هتلنا من الاول، هتلنا بص يا كابتن هنا برضه حته الرقابه وحته الاثنين اللي هم سايبين دولت، كان المفروض هي لازم يقدموا خطوتين. بالظبط. هي دايما بالزبط. عارف يا ايمن هي دايما مشكله الفرقه. لا دي عشان الكره كانت معانا يا كابتن، الكره اتقطعت. اه ده الجول، ما لازم بص ده الجول يا كابتن. انا اقول لك حاجه بلاش، الكره اتقطعت تمام، فعشان كده كان عمرو السوليه قدام مش هو مش يعني مش مراقب مان بلال. هو الطبيعي حتى لو الكره معانا في اللقطه دي كان لازم ايمن اشرف يضم كده، ولازم رامي او اذا كان ياسر يضم، لكن هي دايما المشكله انت طلعت الكره فانت بتستنى. صح صح صح. هي دي. أيوة لكن مستنى عشان خايف يا كابتن برضه، خايف من السرعه. هي دي يا بلال. هو ياسر ابراهيم لو طلع على قدام خطوه كده خلصت. هي اللي حصل كله في الشوط الاول ان انت تحفظت زياده عن اللزوم مع الفريق، وبقى في سنه قلق تطلع بالكوره. لما حصل الشوط الثاني برضه بدات جه الهدف الثاني وبرضه خطا. بعد الهدف الثاني كل السيناريوهات اتغيرت اللي أيوة. حتى عند موسيماني واللي حتى عند مدير الفني بتاع بالميراس. خلاص هو 2-0. انك ترجع في المباراه هو حاسس ان هي حاجه بعيده قوي. على الجانب الاخر خلاص انت 2-0 دي الموضوع انتهى تمام، بديت تلعب لعبك حتى تغييراتك كلها هجوميه. بالظبط. انت اتحررت عارف انت لما تكون انت يعني انت بلغه الكوره انت مخنوق بالكوره، فجاه انت اتحررت بتلعب لعبك الطبيعي اللي انت بتهاجم، انت مستحوذ، انت اللي دايما ضاغط على فريق. ما هو بعد المرسيف لازم تعمل كده. ما انا بقول لك انت لعبت لعبك الطبيعي. حتى توقيت الهدف الثاني بالنسبه لك وحش جدا. مظبوط جدا جدا، لانك انت انت بتغير عشان تدور على التعادل. تعادل. التعادل هدف الثاني. ايوه. فبقيت الامور بدات تبقى بالنسبه لك صعبه. هو هيعمل لعب قدام تشيلسي زي ما احنا لعبنا قدامه، هيقفل تشيلسي جامد طبيعي جدا. وعايز ياخد وعايز يخطف ممكن كابتن شريف. لا تشيلسي او الهلال. كابتن شريف والهلال طبعا احنا بننسى الموضوع ده. هي كره هيحاول يخلي روني يخطف. ما هي كره امكانيات. يعني هي كره امكانيات. يعني النهارده هو يقول لك انا عمري ما العب تشيلسي او الهلال، بس يعني هو هيقول لك تشيلسي عشان بس نتكلم كره. صح. تشيلسي طبعا ترتيب الاعلى، فجما اجي العب تشيلسي وانا بتفرج عليه انا هعمل بقى زي ما عملت انا النهارده، اقفل الملعب وهلعب على كره مرتده. بس هو عنده سرعات قدام ماشي، وهمسك العناصر اللي هي الخطر في تشيلسي. هي اصلها امكانيات، هي مش فتوى. ايوه كابتن. هي مش فتوانه الا لما تحس ان قدامك مش الهيبه اللي انت اديتها له. أيوة. ده اللي حصل النهارده. أيوة. انت ضيعت 45 دقيقه منك علشان انت اديت بالميراس اكتر من حجمه. أيوة. فانت حسبت حساباتك وعملت تشكيلك وطريقتك وتوجيهاتك وكلامك للعيبتك على المستوى ده. أيوة. فما فوجئت ان الموضوع لا الموضوع مش كده. خدت الهدف الثاني بعد ما عملت تغييرات حركتك الهجوميه الشكل اتغير تماما. الناس يعني انا متخيل دلوقتي الناس كلها في الامارات بتقول لك اللي هو بيقول بقى كابتن شريف اشاره ليه ما لعبناش كده من بدايه المباراه. مظبوط. بس هي حسابات متفرغ غير مدير فني طبعا. يعني. او ما اقول لك على حاجه، اي واحد فينا لو مدير فني استحاله كان فكر بنفس التفكير ده. لا لا ان هو يمكن يكون غير اشخاص. ايوه صراحه ما انا بقول لك انا يمكن كنت انا يمكن ابدل اغير بس اغير اللعيبه. ايوه احنا كنا نغير نغير في اللعيبه، انما افكر ادافع. بس كابتن لازم انا قلت لك في الهاف تايم تكتيكس كويس قوي. ممكن تكون بعض الغيابات مؤثره للنادي الاهلي. اه طبيعي جدا. اولها حارس مرمى كمان طبيعي جدا. ايوه
طبيعي ان عايزين بس نفهم برضو الناس ان بعض الغيابات اكيد مؤثره. كتر خير علي لطفي يعني. وضع طبيعي انك يكون الغيابات بتاثر على اي فريق ايا كان حجمه لان خد بالك اي فريق ايا كان حجمه هو عايز يصل بامكانياته وقدراته واسمه لابعد مسافه ممكنه. مظبوط. هو انت النهارده لما اجي نتكلم عليه هو برشلونه ما بيغيب عنه لعيب لان برشلونه عايز ياخد الدوري فعايز دايما يلعب بكامل نجومه. مظبوط. تشيلسي لما عايز كل الفرق الكبيره اللي بتفكر في البطولات اي نجم بيغيب عنها بيأثر سلبا بشكل كبير جدا 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 يا كابتن. واضح يا كابتن ايمن الفكره بس كلها عشان بس نبقى احنا بنتكلم كلام برضو منطقي شويه. هل في فروق ما بينك وما بين بالميراس؟ في فروق اكيد. سرعات تكتيك دوري مختلف تماما امكانيات وقدرات. بص القيمه التسويقيه الناحيه دي والقيمه التسويقيه الناحيه دي هتعرف فرق الدوري. مش بتكلم على الاهلي فريق كبير وفريق عظيم وقدراتنا وامكانياتنا وطموحنا واصل لابعد شيء ممكن. لكن القيمه التسويقيه مختلفه شويه هناك. أيوة. بتتكلم في 180 مليون يورو هنا الناحيه دي يعني الفروقات بعيده شويه. ايوه ده مش معناه ان انت قليل لا ده معناه ان في هي دي طبيعه كره القدم. انت مصر زي البرازيل في كره؟ لا طبعا الوضع مختلف طبعا. لكن احنا عندنا طموح وامال تمام عايزين نوصل بيها لابعد مكان في بطوله كاس العالم للانديه ودي اخر حاجه اخر محطه بالنسبه للنادي الاهلي اخر محطه بالنسبه لك انك عايز تصل لنهائي. مظبوط. في 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 حدث محدش من يعني اعتقد ان انت يعني لو عملت الكلام ده هتبقى حققت كل حاجه في كاس العالم في احلك الظروف يعني احنا في ظروف كمان. اه طبعا يا كابتن انا احنا في ظروف انت ظروفك صعبه جدا تمنيات الطيبه كنا المباراه اللي فاتت كابتن شريف حتى لعيبتك اللي بتلعب النهارده راجعين من سفر وراجعين من ماتشات كبيره طبعا. بس خليني اخد منك الحديث ده علشان اكمل الكلام اللي انت بتقوله. اتفضل يا كابتن. هديك بس احصائيه سريعه. البطوله كلها ها بمليار القيمه التسويقيه بتاعه الانديه الفرق اللي في البطوله بمليار و257 مليون يورو. كويس. المركز الاول تشيلسي 887 مليون يورو. الفرق بقى بين تشيلسي واللي بعده لحظه بالميراث 186 مليون يورو. مونتاري 80 مليون يورو. يعني الفروقات ايه؟ 100 مليون. ادي 100 100 مليون. 100 و100 بالظبط. الهلال 61 مليون يورو ونص وربع 150. الاهلي 31 مليون يورو 930 الف. ايوه. الجزيره 19 مليون يورو. ايوه. تقدر تقول هنا ايه بقى في الكلام ده؟ هي الموضوع كله باختصار ان كرة القدم صناعة. صناعة. كرة القدم فيها فلوس وفيها فرق كبيرة قيمة تسويقية اعلانات حاجات كتير قوي بيجيبوا افضل لاعبين. انت اللي عملته كأس العالم للأندية ده انجاز كبير. طب خلينا نتكلم ان احنا عملنا انجاز. اللي جاي المباراة القادمة ان شاء الله. انت عايز تكسب وتاخد طبعا المركز الثالث البرونزيه باذن الله. يبقى انت هتلعب لا تشيلسي لا الهلال. على فكره فرقه الهلال هقول لك عليها حاجه جميله قوي. الهلال لا يكسب كويس لا يخسر كويس حتى بعد التدعيمات اللي هو عملها. نادي الهلال اصلا الدوري السعودي يعني في تدعيمات يعني يخسر لانه هقول لك انا يعني يخسر كويس. هو يخسر كويس معروفه يكسب اربعه يخسر اربعه. لا 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 يخسر اربعه. هو بيقول كده. نادي الهلال بص نادي الهلال اولا نادي كبير اكيد نادي. لا انا اعرفه كويس جدا لانه انا لعبت ضده كتير لعبت في المملكه. دي حاجه مهمه قوي لازم احساسك بالنادي ده زي الاهلي المصري في مصر. نادي دايما يكسب. هو نادي القرن في اسيا عنده طموحات. هيلعب تشيلسي مش هيلعبه عادي طبعا. لا عاوز يكسبه وعاوز يوصل للنهائي. وانا اتمنى ان الهلال يكسب تشيلسي بجد يعني لان انا اتمنى النهائي يبقى فيه طرف عربي. أي. كنت اتمنى الاهلي ويقابل الهلال دي امنيتي. أي. لكن خلاص الاهلي خرج بقى بيلعب على الثالث والرابع. انا دلوقتي اتمنى ان الهلال يكسب تشيلسي ويكسب بالميراث وياخد البطوله. أي. فرقه الهلال عندها الدوري السعودي اصلا بيبقى فيه 7 لعيبه محترفين على اعلى مستوى. نادي الهلال بيجيب افضل اللاعبين عنده مجموعه من اللاعبين كويس. حصل له الفتره اللي فاتت في الدوري السعودي هبوط شويه او يمكن هو مش الاول دلوقتي الاول الاتحاد. أيوة.
الاتحاد ماشي كويس بصوره كويسه، لكن الهلال سواء عمل تدعيمات الفتره الاخيره تدعيمات قويه جدا كمان. أوكي. عنده كم محترف في فرقته؟ كله عنده بيبقى بيلعبوا بس هو الدوري السعودي فيه 8 لا 7 والسنه جايه 8 خلاص خدوا قرار بان السنه بتاعت كاس العالم دي هتبقى 8 لان عندهم اهداف، لان ان شاء الله لما السعوديه توصل كاس العالم ممكن هيلعبوا فتره طويله قوي من غير اللعيبه الدوليين، عشان كده جايبين الثمن لعيبه. انت فاهمني؟ الحاجه المهمه بقى اللي عايز اقولها لك بعد اللي احنا بنتكلم فيه في المليارات والملايين والحاجات دي، ما يعني ما تزعلش من الفروقات. ايوه زي ما الكباتن قال ويمكن بلال اتكلم قال لك ده قيمته كذا وده قيمته كذا. انا ما بحبش اخسر يا كابتن عادل. أيوة. ولما بلاقي فرصه المباراه زي دي لما بلاقي فرصه زي دي انا ما كنتش متخيل المباراه تطلع بالشكل. انا ما بحبش اخسر. لا احنا عارفين عايز امسك شعار المركز الكابتن شعار الماتش الجاي احنا طبعا مش عايز اخسر برضه كابتن. بتلعب على ميداليه برونزيه. انا بقول لك احنا ليه بنتكلم كده؟ احنا عارفين مش عشان حاجه عارفين الفوارق كلها. انت فاهمني؟ انا عارف القيمه التسويقيه بتاعت الفرقه دي ايه؟ عارف بالمراسمه عامله ازاي؟ النادي الاهلي بظروفه اللي هو فيها دي عامل انجاز معاها كويس. بالزبط. انا مش عاوز اتكلم واقول لك ان النتيجه يعني انا ما زعلتش قوي من ان انا بزعل لما النادي الاهلي يتغلب حتى لو من ريال مدريد. طبعا. ولازم نكسب ريال مدريد ودي روحنا وكل حاجه، لكن لازم يبقى في عقلانيه شويه. ليه؟ الماتش الاولاني طب معنى كتير يا جماعه. الماتش الاولاني انا قلتها قبل كده الاهلي عمل اعجاز. أي. وليس ان يعني وهو مش انجاز، الاهلي عمل اعجاز بفضل اللاعبين اللي كانوا اقوياء في المباراه وعملوا اداء كويس، طمعونا على اني احنا وصلنا ان احنا يعني عاوز اقول لك ان احنا ممكن نعمل حاجه جامده قوي يا جماعه. في اجهاد، في لعيبه راحت لعبت 4 سرطانيم مع المنتخب القومي في وانت بتلعب من غيرهم وبتلعب فرقه كبيره قيمتها التسويقيه انا بكلمك على 186 مليون جنيه. مظبوط. عشان كده انا بسالك هل فكر مستر موسيماني هو انت يا هتلعب يا الهلال يا هتلعب تشيلسي؟ طبعا حسب قوه الخصم هيبقى ماتش صعب جدا. بص يا كابتن، هل الفكرة هيتغير؟ طبعا. هل الطريقة هتتغير؟ لازم تتغير. اولا هيبقى في راحة الايام اللي جاية، هتلعب كل الاساسيين بتوع المنتخب، لازم عبد المنعم يلعب، ولازم عندك ايمن اشرف خلاص خد كارت احمر هيبعد عن حمدي فتحي، والسوليه هيلعب، محمد مجدي بره، محمد مجدي بره كمان، وانذارين بس عندك برضو البدايل الكويس. انت لازم تلعب على البرونزيه، ما هو انت طبعا احنا دايما انا كنت متطلع على اني اخد الثاني اكسب النهارده واوصل اخد لا ثاني لا اول. يبقى انا يعني تخطيت حاجز ان انا وصلت للادوار الاول او الثاني، ولكن ممكن تحافظ على الثالث، نحافظ على الثالث. بس صدقني اللي النادي الاهلي عمله ده اعجاز في البطوله دي، يعني الناس ما تزعلش، انا بكلمك بمنتهى الامانه، الناس لازم تبقى فخوره بفرقه النادي الاهلي. انتوا يا جماعه عندكم 12 لعيب غياب، انتوا عندكم 12 لعيب غياب، عندكم لاعبين كانت بتلعب في بطوله افريقيا بطوله قويه جدا. انا مش هنزعل، يعني احنا ما بنزعلش، بالعكس احنا ايجابيين جدا. احنا بنقول اني كان في اخطاء النهارده في الملعب، في كذا خطا ادى الى الهزيمه، وادى انك انت كنت ممكن تعمل حاجه كويسه لو عدلت الملعب. احنا عشان كده الكابتن بنتكلم على الماتش الجاي، مش بنتكلم على الماتش النهارده. النهارده خلاص عدى بقدراته وامكانياته، حتى بالقيمه التسويقيه بتاعه الفرقه بتاعته. انا بس الفكره كلها يعني تكمله لكلامك كابتن عادل، الماتش اللي جاي ده يعني النسبه المئويه الطبيعيه هتبقى لتشيلسي طبيعيه مئويه. هل ممكن مستر موسيماني يغير طريقه يعني يشتغل هو كفعل؟ يستنى شويه ولا هيشتغل كرد فعل؟ ولا بس يستنى هو ده. خلي بالك كابتن بلال، انا سالت الكابتن عادل السؤال ده ليه؟ لان انت يا اما هتلاعب الهلال يا هتلاعب تشيلسي. تمام. والفريقين لا بس يختلفوا عن بعض. تمام. طبعا تشيلسي طبعا. تمام. تمام. هتلعب تشيلسي هتلعب زي ما لازم التفكير مش هيتكلم في حاجه خالص ولا يفكر في حاجه. بعد مباراه تشيلسي والهلال ليه بقى كلام تاني؟ يبدا يحط استراتيجيته في اللعب. لو انت عايز تقول لو ده طلع او ده طلع، اولا في الاثنين كده كده هيتفرج على الماتش ده، هو كده كده ولكن كده عنده فرصه هيتفرج على الماتش. انت بتلعب على المكسب. ولكن كابتن بلال، يعني هو الكابتن عادل والكابتن شريف قالوا مهمه، قالوا نقطه يعني مهمه جدا،
ان انت ماتش البرونزيه ان شاء الله او الثالث والرابع لازم كل الدوليين يبقوا متواجدين. ده اكيد اكيد. يعني هنا في سيبك الطريقه، هيبقى في تغيير في التشكيل على الاقل من 2 لـ3 لعيبه. ما هو انت كده شريف هيبقى موجود من الاول. صحيح. حمدي فتحي هيبقى موجود من الاول. سليه ممكن موجود من الاول. وانت عمرو يعني اشرف ايمن اشرف خلاص يعني مش موجود. واحمد عبد القادر لازم هيرجع. واحمد عبد القادر لازم يلعب من الاول. وعبد المنعم هيبقى يبقى موجود كمان. مظبوط. طبعا انت النهارده بتتكلم في ان انت ممكن تلعب بياسر وعبد المنعم اثنين سرد باكين وقدامهم او وسطهم كويس حمدي فتحي. بس تواجد عدم تواجد قفشه كابتن هو اصلا ملوش دور النهارده. ايوه خلينا نتكلم يعني صح. بمنطقيه كره القدم هو ما كانش له دور مؤثر او دور ايجابي لان طريقه اللعب نتيجه المكان اللي هو محطوط فيه بالظبط. طريقه نخسره والفرقه اللي بتلعب قدامها. انت النهارده انت مش الفعل لما بتلعب النادي الاهلي كفعل استحواذ تمسك كوره تمتلك كوره ويلعب قفشة 10 تحت الاثنين تحت الفرود وتحت الاثنين الجناحين. أيوة. يبقى هو ده الدور الطبيعي المفترض يقوم بيه قفشة. هي دي امكانياته وقدراته. لما بيجي من الخلف الامام بيجي فاضي تمام ممكن يبقى له تواجد في ال 18 بشكل كويس تمام ممكن يعمل ثرو باس بشكل كويس يساعد اللعيبه بشكل كويس. انما النهارده عشان انت بتعتمد في كل هجماتك على السرعات وحط انت جناح استحاله هتستفيد بيه. دايما بتلعب جناح ناقص دايما هتلعب جناح ناقص لان الجناح اللي فيه كابتن بص ده ممكن نجيبه من الاول بعد اذنكم نجيبه من الاول من ساعه ما اتقطعت الكوره. ايوه بصوا يا كابتن اهي الكوره كانت معانا. لا 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 من قبلها من الكوره ما كانت مع هاني. طيب ماشي اتفضل يا كابتن شريف. بص المساحه دي يا كابتن. لا بص ياسر دي تعتبر ياسر دي تعتبر كاونتر اتاك يعني. لا لا بص ياسر يعني احنا احنا واقفين في نص ملعب لانها اتقطعت في نص ملعبك فتلعبت لمسه الثانيه الثالثه جول لمسه الثانيه دي مساحه كبيره جدا ان تكون فاضيه كده يا كابتن بلال. يا كابتن انا معاك في دي. خد بالك شوف عشان انت بتلعب برضو بتكتل دفاعي. هو مين ناحيتنا ده بلال؟ انت لما خرجت الكوره انت ما خرجتش ورا الكوره ده ايمن اشرف يا كابتن ايمن. انت كان الطبيعي انت بتخرج الكوره انك تخرج ورا الكوره لكن انت عايز انت عايز تلعب اللاين بتاعك يبقى من على ال 18. ايوه ايوه بص يا كابتن ايمن بص يا كابتن هات الكوره من الاول لو سمحت يعني من اول خالص ده طلع لقدام من اول خالص من اول الكوره يا كابتن ماشي هي الكوره لا من امل هات لا هات من الاول لا ما هي دي اللي معانا هي قدام بس الكوره دي كده يا بلال 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 بص على اهم حاجه على ايمن اشرف كويس الكوره دي لما تلعب هو مش شايف ياسر ابراهيم عايز يعمل بص بص طلع لقدام يا جماعه لو سمحت طلع لقدام عايز يعمل اوفسايد جيم هو عايز يا جماعه برضو لازم نفهم الناس ان ده خطا مننا لان الكره كانت معانا اصلا صح. هي كره اتقطعت من ناحيه اليمين من عند محمد هاني ما انا مش هغطي على الموضوع الخطا انا نادي اهلي بتعلم من اخطائي الكره كانت معانا هاني عمل تصرف خاطئ كابتن علاء فالكره اتردت علينا الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي زي ما قال الكابتن بلال ان الحته دي هتكون متغطيه بس احنا عشان الكره كانت معانا الحته دي الوضع الطبيعي ان الجماعه اللي ورا دول يكونوا متقدمين عشان كده هم كانوا ده خطا في الناحيه الدفاعيه. بص يا كابتن علاء قال كلمه كانت عجبتني قال ايمن عايز يعمل انك في انت بتعلم الناشئين انت بتعلم الناشئ الثلث الاولاني نو ريسك الوسط نص ونص اللي قدام يعمل ريسك زي ما انت عايز لما تتقطع منك الكوره دي في الحته دي ده رقم واحد خطا رقم اتنين الوقفه بتاعت ياسر تواجد ياسر ابراهيم في الجزء ايه دي؟ ايمن ازاي ياخد قرار انه يطلع يهاجم الكوره او يهاجم علشان يطلع الراجل اوفسايد؟ بص يا عادل ليه؟ هي دي بص يا عادل خطا فكره ماشي انا خطا الاخطاء اللي زي دي لما تتعاقب بهدف ده الطبيعي عشان اخطأتها طبعا لو انت بتلعب فرقه تيرا صح؟ طبعا بص يا طبعا اخطات في مكان صعب جدا وخطر جدا عليك وطبيعي 90% انت هتبقى واقف دفاعيا غلط لان الثقافه نفسها انت طول ما انت الكوره معاك انت الى حد كبير مش مهتم قوي بالراجل اللي انت بتدافع عليه فانت بتسيب خطوات شويه فاهمني فهو ده عقابك الحقيقي الفرق الكبيره يا ايمن ايوه كابتن دايما ما عندهاش مشكله في الهجمات المنظمه يعني لو شلت الهجمه دي ايه الخطوره اللي حصلت على النادي الاهلي النهارده ولا حاجه صح الشوط الاول ولا حاجه ليه لان انت دفاعيا منظم كويس قوي مفيش حاجه خطر كل واحد واقف مكانه صح دايما بننبه وبنقول يا جماعه أسوأ لحظه ليك ايوه وانت الكوره معاك لانك انت لو في التلت ده اتقطعت العقاب هيبقى كده وانا مش مستغرب ان جه في الجول بالشكل ده ايمن
هي دي مشكله دي مشكله الماتشات دي. ممكن ما تلاقيش فرصه بس في اخر ثانيه تمريره خطا، وقفه دفاعيه خطا، اتعاقبت بجول. للاسف توقيت الهدفين وحشين جدا جدا. ما بقول لك هي دي، هي بص يا ايمن، هي في مباراه كده سير المباراه نفسه مش في صالحك. توقيتات الهدف النهارده كلها مش في صالحك. الطريقه بتاع الشوط الاول اللي متحفظه لحد كبير مش في صالحك. لكن على الرغم على الرغم كل ده النهارده اكيد موسيماني طلع بمكاسب ليه، هو استفاد طبعا. لكن طبعا الناس كلها متضايقه اكيد. لكن هي دي ما فيش اي حد يقدر يتكلم. الوقت بتاع الاهداف ليه علامات. طبعا لكن انت في الاخر خصوصا الشوط الاول، خصوصا الهدف الاول كمان في الاخر وفي الاول دي اهم نقطه. وفي جه في دقيقه كام، 35 37 لا يعني دي بص بيقول لك في المباريات اخر بدايه الشوط الاول ونهايه الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني ونهايه الشوط الثاني. كان الاول الموضوع ده في 5 دقائق، دلوقتي بقى ال 10 دقائق الاولى وال 10 دقائق الاخيره وال 10 دقائق الاولى وال 10 دقائق الاخيره. لما يدخل فيك جون في اخر واول يبقى في علامه استفهام، اللي هي ايه؟ انك انت لازم اللعيبه يبقى عندها تحضير نفسي. ده بيحصل من التسخين، ده رقم واحد، والاستعداد بتاعك، او من الاجهاد الذهني زي اللي حصل لك في الشوط الاولاني دخل في الجول. طيب عموما هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منورنا. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدين النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، والكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن احمد. نور كابتن. الله يخليك. البدايه كابتن، الرغم من ان الحكم الفرنسي كيلمان توريان ده حكم من النخبه الاوروبيه كابتن علاء، ادار في دوري ابطال اوروبا مباريات كثيره، عنده خبرات كثيره، دوله من 2010، النهارده 39 سنه، ولكن النهارده كابتن انا ليا تحفظات كثيره على القرارات التحكيميه الخاصه اللي هي اثرت في نتيجه المباراه. بصرف النظر عن النتيجه وعلى الاداء، انا بتكلم النهارده كابتن احمد تحكيم، وعمر الصوره ما بتكذب ابدا. يعني انا النهارده انا شايف على الاقل هناك ركله جزاء صحيحه لاحمد عبد القادر لم تحتسب. وانا معايا، يمكن مش معايا الماتيريال، معايا الصوره بتاعتها. ركله جزاء انا بستغرب على الفار، ازاي الفار النهارده ما عملش شيك وما جابش الحكم شاف الحاله دي. الحاله الثانيه حاله ايمن اشرف، الطرد ظالم كابتن ايمن، وهجيب الحاله ده. المفاجاه ان ايمن اشرف لعب، واحنا يمكن من سرعه الحاله ما شفناش، شفنا بس ان في مهاجمه. أي. انا في مهاجمه بس ما فيش في قوه زايده عشان تطرد لاعب، حاجه من الاثنين، يا يعني يبقى عنده لعب عنيف او 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 سلوك مشين. انما النهارده ايمن في الحاله وصل للكوره. ايوه كابتن كمل. انا هستاذنك بس يعني انا بس هقطعك في الحته دي عشان بس ما تبقاش حضرتك بتبرر للاعبتنا اللي عمله ايمن اشرف ده. ما ينفعش يعمله اي لعيب تاني. السؤال احنا النهارده كابتن احمد كان انا حفاظا على لعيبتنا، خد بالك في بعض عشان كابتن احنا كابتن بنتكلم تحكيمي. لما يكون في لما بس عشان صح كلامك، ما يوصلش للعيبه ان ده عادي فممكن تشتغل. لا حاجه دي لو في ماتش يعني ده ماتش مهم، لو اتعملت الماتش الجاي هيخسرنا برضو لعيب لو بيتكلم بنفس الطريقه. انا بقول لك لو التحكيم بنفس الطريقه عشان بس ما يبقاش يعني مبرر لعيبتنا ان ممكن حد يدخل جامد في حد. طيب يعني التحكيم ممكن يكون ظالم، بس انت ما احنا نديش فرصه للتحكيم ان هو يدي قرارات عكسيه على لعيبتنا. طيب حضرتك خلصت؟ اتفضل يا كابتن. تمام كابتن، لما يكون في خطا احنا هنا في قناه الاول ناس بنقول ان هناك في خطا وتستوجب البطاقه الحمراء. احنا النهارده بنتكلم تحكيم بصرف النظر على العمل ايمن اشرف. انا النهارده بتكلم تحكيم، بكلم بالقانون يا كابتن احمد وليس بالعاطفه. هنا في قناه الاهلي احنا مش بنجامل حد، ولكن انا بقول طرد ظالم. طرد ظالم طبقا للقانون، وانا راجل محاضر مش باجي اتكلم كلام بالعاطفه. وهنا الحاله بنقول ايه؟ الراجل وصل للكوره، مفيش نيه ايذاء يا كابتن علاء. امتى اطرد؟ امتى اطرد؟ لما انا بروح مهاجمه بالستارز وفي القدم مره واحده. أيوة. انما انا بعمل التاكلنج ربما اكون اخطا، ولكن هو ما خدوش برجله الثانيه، لبست لمست الكوره وبعدين عملت ايوه المخالفه. هنا يعني الصوره كان فيها هو وصل للكوره اقصى درجات التطور، هي بطاقه صفراء. وصل في فرق يا جماعه، في فرق يا جماعه. انا لما انجح العب كوره واكمل غير لما انا اروح للجسم مره واحده يا كابتن. دي الحاله اللي احنا بنتكلم فيها، او ما تستاهلش الطرد، اخطا او ما اخطاش. أيوة. هنا بطاقه حمراء انا اعتقد غير صحيحه. انا قلت لك امانه لايمن اشرف. نيجي بقى للحالات.
شوف معيار احتساب المخالفات يا كابتن هنا وهنا. خلينا نروح للحاله الاولى هنا. رايك يا كابتن احمد الحاله هنا؟ دي ده الفاول، ده فاول عليهم يا كابتن. ده الكوع يا سيدي، الكوع خده تقريبا رامي ربيعه. فين معيار احتساب المخالفه؟ هنا في كوع كابتن عادل ومحمد هاني، دي اقل حاجه بطاقه صفراء. مظبوط صح. لا مش بطاقه مظبوط، نمشي واحده واحده. مظبوط. انا هوريك ان الحكم هنا كانت قراراته النادي الاهلي كانت مؤثره بعض القرارات طبعا في نتيجه المباراه. مش بنتكلم العاطفه يا كابتن احمد، خلينا نروح للحاله الثانيه. اعمل كده. يلا الحاله الثانيه هنا. شوف يا كابتن هنا الراجل الاستاذ راح فين يا كابتن علاء؟ في الانكر. في الانكر. ها ايه رايك فيها يا كابتن احمد؟ طبعا ده عليها يا كابتن. طب انا ممكن اروح احمر. بالظبط ده الطبيعي، ده ما راحش بقى ده ما لعبش كوره بقى ولا حاجه. صح صح. ده راح بالستارت هنا فين؟ في منطقه فوق يعني ايه فوق الحذاء يا كابتن، مش محميه. هنا للاسف الشديد هنا ما اداش بطاقه، ادي ثاني بطاقه مش موجوده. نروح للحاله اللي بعد كده هنا محمد هاني المرفق، حاله تستوجب ايه؟ انذار. ثلاث انذارات، لم يشهر بطاقه، عنده خلل في المخالفات والعقوبات الانضباطيه يا كابتن علاء. ثلاث انذارات لم يشهر البطاقه الصفراء فيهم للاعبي بالميرس. خلينا نروح للحاله اللي بعد كده هنا القدم على الخط وقدم اللاعب على الخط. مظبوط. والمخالفه موجوده. صحيح. قلنا الخطوط دايما بنالتي حقيقي. الخطوط دايما مظبوط ضمن المناطق المحيطه بيها، يعني خط منطقه الجزاء ده لو حتى المخالفه على الخط كده تبقى المخالفه من جوه. المخالفه موجوده. وهنا لو معانا الحاله هوريك ان احمد بدر نجح في لعب الكوره. خلي بالك دي قرارات مؤثره، لان النهارده لو كانت ركله جزاء 2-1 قربت طردت ايمن اشرف دقيقه 79. لا لا النهارده كانت قرارات مؤثره بشكل كبير. خلينا نروح ليه هنا ركله جزاء لم تحتسب صحيحه 100% لاحمد عبد القادر. القدم في القدم من تحت والاحمر هو اللي نجح في لعب الكوره. انا معاك يا كابتن مليون الميه. صح. يلا خلينا نروح للحاله اللي جايه. اتفضل تعالى هنا يا كابتن بقى. دي كانت احنا اللي بنتكلم فيها. في فرق كبير جدا لو ايمن النهارده رايح بالتاكلينج والاسترزات مواجهه في القدم مره واحده معاك، انما هنا ايمن عمل ايه؟ هو هنا خلي بالك بامانه الكرة. لو معانا الماتيريال هتلاقي ان ايمن هنا زق الكوره بسن الحذاء، هو قرار غلط بسن الحذاء وكمل في اللعب. طرد قاسي جدا بلال وايمن، طرد قاسي جدا جدا يا كابتن عادل. قرار ايمن ليه؟ لان ايمن عمل التاكلينج وقدر يعني القرار جه بالشكل قدر قرار ايمن. هو هنا خد بالسرعه في الشكل. اتفضل. اي اتفضل يا كابتن. انا بقول تاني هنا في فرق كابتن علاء، اللاعب العنيف والقوه الزائده هو اللاعب بيبقى عنده نيه ايذاء. هنا في نيه ايذاء؟ هنا ايمن اشرف هنا في نيه الايذاء؟ انا مش شايف يعني. لو في نيه ايذاء كان راح بالستارز مره واحده، ولكن هو راح لعب الكره ثم كمل. اقصى درجات التهور هي بطاقه صفراء. نقطه حمراء انا شايف ان هي قاسيه. بشكل عام انا بقول اللي قرارات في قرارين ركله جزاء لم تحتسب بطاقه حمراء قاسيه جدا لايمن اشرف. نتمنى هو حكم كبير على فكره، نتمنى في المباراه القادمه ان شاء الله ان الاهلي يوفق فيها ويبقى التحكيم ماشي بمعيار. الفار الاساس في القصه دي ولا الحكم؟ هو هنا ده هنا هنا هو قال له تعالى حاله ايمن هو ده انذار، هو ده انذار والانذار هو بالزبط. فعلا هو معياره صحيح. انما الفار هو اللي جابه، الفار لا جاب لنا احنا البينالتي ولا جاب البلين ولا جاب. انما بنقول بصرف النظر عن النتيجه كابتن احمد تاني انا بتكلم، احنا بنتكلم تحكيم ليس عاطفه مع اللاعبين. ربما ايمن بيعمل مهاجمات وبيعمل تاكلينات، ولكن النهارده بقول في الحاله دي هو اتظلم في البطاقه الحمراء فيها بشكل عام. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه. شكرا جزيلا كابتن ناصر، نورتنا وامتعتنا. الله يخليك. شكرا. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وبالميراس البرازيلي في الدور قبل النهائي لكاس العالم للانديه، والتي انتهت بفوز بالميراس 2-0. وان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت القادم ان شاء الله. حابب في النهايه ان انا اشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم الف شكر يا كابتن شرفتنا. نشكرك كابتن ايمن، توفيق الماتش الجاي ان شاء الله. الله يخليك. كابتن عادل عبد الرحمن شرفتنا يا كابتن. شكرا ايمن، وارد لك النهارده. كابتن علاء مهيوب الف شكر يا كابتن. شكرك ايمن، وان شاء الله المباراه القادمه تعوض ان شاء الله. باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بالله شرفتنا كابتن، الف شكر. ربنا يخليك كابتن، توفيق الماتش الجاي باذن يا رب ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق التحيه.